طب هو انت ليه بتفترض يا كابتن ايهاب ان هو المفروض يقف معاك في الوقت اللي هو المفروض هو هيقف هنا على الحياد، انه هيتعامل معاك انه الحاله ديت فيها واحد اتنين تلاته وهيبعتها هناك، ولو في امكانيه للتسهيل هيسهل لك. تمام بالظبط كده. يعني بالظبط حضرتك كده تمام. هل النادي المصري هو شايف من وجهه نظري لما انا جايب لك عينه بجايب لك ورقه بقول لك انا رحت هناك لقيت العينه بتاعتي مكسوره، هل ده من الطبيعي ان تبقى دي عينتي؟ ده من الطبيعي؟ اكيد في شك ان شاء الله 1%، بس انا معايا مش انا اللي كسرتها. بس انا ما اعرفهاش، انا اديتك العينه انت بعتها لبرشلونه وصلت برشلونه، هم بقى كسروها اتكسرت في الطريق اتكسرت مش عارف ايه. ما لو اتكسرت في الطريق ممكن تكون حاجه داخل جواها في الشحن في اي حاجه من الحاجات دي، طالما الاجراءات غير صحيحه يعني. طالما انا مظلوم يعني انا بجيب لك بقول لك عينتي مكسوره انا مش بقول لك العينه سليمه يعني في فرق لما اجي اقول لك العينه بتاعتي سليمه وعايزك تساعدني ساعتها يبقى انا بقول لك اكذب، انما ما بقولكش اكذب، انا بقول لك اقف جنبي وساعدني، انا جايب لك دليل براءتي. تمام اللي انت بتقوله ده في منتهى الاهميه، ما انا بقول لك حاجه اهميه ومنتهى خطوره كمان، يعني فكره انه تروح وتلاقي العينه مكسوره وتثبت ده وتكتب ده في جبت المحضر وتجيب ده في المحضر جبت المحضر وتتكلم مع النادو طب كان بيعملوا ايه؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، طب انا هقول لحضرتك على حاجه. اسوأ حاجه بقى في الموضوع كله المفروض الورق كله موجود مع النادو. تمام النادو اللي عند الدقيقه دي ما بعتليش ورقه، انا الورق اللي انا جبته عشان القضيه كله عن طريق المحكمه الدوليه. المفروض انا المحضر بتاعي بيكتب واستلمت الصوره، استلمت الصوره باخد الصوره. تمام انا عندي النهارده ما فيش، ما خدتش منهم ورق، الورق عن طريق المحكمه الدوليه. هو بيبعت للمحكمه والمحكمه بتبعت لي، بيبعت للمحكمه والمحكمه بتبعت. طلبت منه الورق اكتر من 5-6 مرات، الاتحاد ذات نفسه طلب منه الورق بتاعته القضيه بتاع 4-5-6 مرات، منها موقف حلو جدا في لجنه الاستماع. طبعا في لجنه الاستماع هم قالوا لا احنا كده احنا عايزين لجنه علميه تبص على الورق ده، هل العينه دي ينفع يتاخد بها او ما ينفعش يتاخد بها. فقلنا له خلاص، قال احنا هنحول الموضوع للجنه علميه، خلاص تمام حوله. بعد شويه لقينا النادي المصري باعت للاتحاد المصري لعب القوى بيقول لهم يا جماعه ابعتوا لنا اسماء اللجنه العلميه اللي انتوا طلبتوها ومحدش طلب لجنه علميه، ده انت اللي قلت. الاتحاد طبعا رد قال لهم يا جماعه احنا جهه محايده، احنا جهه مراقبه مش جهه ما طلبناش حاجه، انت اللي طلبت. فدي برضو كانت حاجه غريبه. الاغرب خالص رحت المحكمه الدوليه هناك، المفروض على اللي اقف جنبي وساعدني. فانا جبت جواب من الشركه المصنعه للجي اتش فريك، جبت ان هم عندهم نوعين، نوع اللي هو ما فيهوش اي حاجه ونوع تاني فيه ماده اللي هي الدي اتش اي اللي جرث تمام. فحتى الواده ذات نفسها لما بعتت صور الفيتامينات هي بتبعت صور الفيتامينات اللي انا كاتبها كلها في الورقه بتاعت جمع العين كويس، فبعت 2 جي اتش. فحتى يعني الواده عارفه ان في نوعين من الجي اتش فريك كويس، نوع كده ونوع كده. فانا قلت يا جماعه انا ما باخدش النوع اللي فيه الجي اتش فريك اللي فيه الماده، انا باخد النوع التاني بدليل ان انا محلل طول السنه وقبل كده سنين ومحلل بيه كتير جدا فما فيهوش. يعني لو انا مش مركز يعني لو مش مركز كان زمان توقفت من زمان. ما انا باخده مثلا من حوالي 3 سنين ولا